ذلك وستنتظر العودة من التوقف الدولي بعد 7 جولات. هذه العرضية حولها بالراس في الجول، في الجول يا سادة، خطفوها سرقوها وصلوا إلى المرمى عن طريق من؟ عن طريق من؟ عن طريق ابن الأوروغواي، عن طريق ابن السيليستي ألفاريس، يسجل أول أهدافه ليضرب الشباك في الوقت القاتل. جنون ساسولو يأتي بعد 90، ضربة ساسولو تأتي بعد 90. هنا العرضية وهنا الكرة لروجيريو، أبناء أمريكا اللاتينية يضربون الشباك فريق ونادي تورينو.